هلأ هون درس عادي يعني الصالة حلوة، وهو يعني للجمعيات، وهون في جمعيات وفي يعني أعمال يدوية، كل واحدة بتعمل أعمال بتحب تعرضها، بيكون ما في عندها محلات أو شيء يعني بتحب تعرضها، ويعني بيعملوا عروضها وبيحاولوا يبيعوا الكل يعني، وشغلات فيها كل شيء شامل يعني اكسسوارات، أغذية، ألبسة، عطورات، كريمات، يعني هالشغلات كلها منه هن بيستفادوا والجمعيات بيستفادوا والكل يعني أنا عملت لهم مجال للاستفادة يعني مساعدتهم. هلا أنا بالنسبة لطاولتي كلياتها هاند ميد، كلها شغلي، وكمان في طاولات كثيرة كلياتها كمان هاند ميد، صوابين، زيوت، شامبويات، يعني حتى أكل. إحنا عم نبيع بسعر رمزي يعني تقريبا، فبيعود هذا للمنتج وللمستهلك بالخير طبعا، وخصوصي هون للدار. بالنسبة للبازار عم نحب نجي نتسوق من هون، عم نلاقي الأسعار كتير مناسبة، عم تناسب المواطن السوري، عم نلاقي شكل البضائع كتير عرضها حلو بطريقة كتير حلوة، عم تجذب المواطن كمان بنفس الوقت. هو الهدف منه إنه السيدات السوريات قويت بهالقصة، رغم إنه الظروف اللي مرقنا فيها الحمد لله عديناها الحمد لله بشكل كتير قوي. دائما نحن مندور على الرخص لحتى نشتري مشان تتماشى مع الأسعار والرواتب.